أكثر من شهر يتظاهر الخريجون أمام أبواب المؤسسات الحكومية. دوائر النفط تشهد تظاهرات مستمرة من قبل الخريجين مطالبين بالتعيين إسوة بأقرانهم. أما حقول النفط في شمال الناصرية فشهدت أغلاقاً لأبوابها الرئيسية من قبل الخريجين مطالبين بالتعيين أيضاً، فيما هددت الشركات الأجنبية في الحقل بالانسحاب. فاليوم سوينا تصعيد وسدينا الشركة، وهذا التصعيد راح يستمر الحين تحقيق المطالب، وهو مطلبنا الوحيد ومطلبنا المشروع، يعني حق مشروع هو التعيين. احنا قضينا نص عمرنا بالدراسة، انا ما جاية من خارج يعني خارج العراق، كأن حاليا هسه من يشوفون لهم كأن احنا جايين متطفلين على العراق. احنا طلاب خريجين كليات والمعاهد، اجينا نطالب حقنا. لاكو قطاع خاص، لاكو وين نروح؟ يعني شنو ذلمنا احنا؟ والله العظيم حرام. يعني هاي صار لنا 45 يوم لا سدينا شركه، سدينا صحيح هذا الباب الرئيسي، خمس بيبان بالشركه موجوده اللي يقول لك مسدوده، خمس بيبان سدينا الباب هذا الوحيد. اليوم صار لنا 45 يوم احنا ما سادينه، اليوم ملينا. قله فرص العمل والتعيين في ذي قار خلف اراء متعدده، إذ يطالب مراقبون في حكومة بغداد بضرورة الحفاظ على ديمومة العمل في المؤسسات المهمة والحيوية. يتعلق بموضوع الإضرابات ومحاصرة الشركات الموجودة في البلد، الحقيقة هذا فيما يسمى بالاقتصاد الكلي مضر جدا بالاقتصاد العراقي، ويحد من فرص قدوم كثير من الشركات والتصنيف الائتماني للعراق، وقدرة العراق على فتح قطاع خاص واستثمارات بطريقة جيدة، لأنه الدولة لا تستطيع أن توفر فرص عمل للجميع وإنما تعتمد على إيجاد استثمارات. وشهدت ذي قار في الآونة الأخيرة أزمة في مؤسساتها الحكومية، إذ تعرضت إلى الإغلاق من بعض الخريجين والموظفين، وطالب الرأي العام في المحافظة هنا حكومة بغداد بالتدخل لحل الموضوع خدمة لمحافظة ذي قار. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.